جديد رياض العديد من الفعاليات المتميزة واللي تستهدف كافة شرائح المجتمع منهم الأطفال والسيدات، وذلك من خلال الأعمال المسرحية إلى جانب الفعاليات طبعا الخاصة بالشباب. روتانا خليجية وكاميرا سيدتي شاركت الفرحة من خلال تواجدها في قلب الحدث، والتفاصيل في التقرير التالي. للعيد بهجة وطعم يختلف بين بلد وآخر، ففي العاصمة الرياض سعت أمانة مدينة الرياض إلى إقامة فعاليات العيد لإطفاء البهجة والسرور على أسرها وأطفالها. ليحظى أهالي العاصمة والزائرين لها بنحو 220 احتفالية في 28 موقعاً خلال 3 أيام العيد، والتي جمعت بين الأنشطة الاحتفالية والتراثية والرياضية والمسرحية وعروض الخيام الشعبية، إلى جانب باقة كبيرة من الفعاليات التي خصصت للعائلات. لم يقف الأمر على تقديم فعاليات خاصة بالعائلة، بل تجاوزت الفعاليات لتشمل الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كالمكفوفين، حيث كان لهم مسرحية خاصة تحاكي واقعهم. لتسعى أمانة مدينة الرياض إلى وضع فعالياتها بشكل يلبي المتطلبات الترفيهية في المجتمع. عيدي يا المملكة والبسيط من جديد في قدوم الليل يا غاب كل مبهجرة في السنة في الأمر عند المشاركة في الفعاليات، بل تجاوزت تجهيزات أمانة مدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى إنشاء عروض الألعاب النارية في 5 مواقع مختلفة. دون حد المملكة دائما حصن جوي مثل فعل أبوك في كل كتب ينقرى، يا طويل العمر يا الله عسى عمرك مدي جنب عبد الله وشعبك يشوف ينظر، يا طويل العمر يا الله عسى عمرك مديد جنب عبد الله وشعبك يشوف وينظر. يا لهلا مشاهدينا، طبعا من بين الفعاليات اللي تشهدتها الرياض خلال العيد المبارك هي المسرح النسائي، واللي برز دوره من خلال احتفالات أمانة منطقة الرياض، وذلك بعدد من العروض المسرحية المتميزة واللي لاقت إقبال جماهيري واسع من خلال تلك المسرحيات، تحديدا المسرحيات النسائية واللي تناولت قضايا المجتمع النسائي السعودي ضمن العديد طبعا من الوجوه السعودية الشابة، واللي نستضيف من بينها اليوم طبعا معنا في الاستوديو المخرج والممثل المسرحية الأستاذة سارة الجابر. مساء الخير يا سارة، كل عام وانت بخير. مساء الهنا والسرور، كل عام وانت بصحة وسعادة يا رب، ولجميع اللي يتابعونا ان شاء الله. ان شاء الله. سارة ما شاء الله لك، في يعني يسموكي عادة بنت الأمانة، لك 19 سنة في هذا المجال، لكن بنتكلم عن هذا الموضوع، لكن بداية خلنا نتكلم عن فعاليات العيد. ايش كانت مشاركاتك المسرحية وحدثينا عنها؟ طبعا انا العيد هالسنة كان اللي هي دخلت فيها 19، كان عندي مسرحيتين، مسرحية الأطفال اسمها فرحة العيد طبعا هي من بطولتي وإخراجي، ومسرحية الكبار بنات الأكاديمية. طبعا الأمانة هالسنة كانت مختلفة تماما عن السنوات السابقة، هالسنة قدمت بس مسرحيتين نسائية وثلاثة رجالية، لأنها بتبدأ تشتغل طول أيام السنة، يعني عادة يكون الضغط أو المسرحيات تكون أكثر في الأعياد. أيوة بالعيد. كل السنوات اللي طافت كل الضغط يكون بس بالعيد، يعني مثلا يعطوا 4 مسرحيات نسائية، 3، يعني دائما يكثروا فيها، وكثير شبابية يعني الرجالية تلاقيهم باستمرار. فهالسنة لا، هالسنة خصصوا أنه 5 مجموعة، 2 يعني 2 نسائي و3 رجالي،
وشغالين ان شاء الله طول ايام السنه مسرحيات. طبعا انا بالنسبه لي فرحانه بهالموضوع. اكيد طبعا، لان ان شاء الله اني اكون متواجده بكل الاعمال طبعا المقدمه من قبل امانه منطقه الرياض او غيره، لان انا كمان قدمت مسرحيات برعاه من غير الامانه، برعايه خاصه بعيدا عن الامانه. أيوة بالضبط. طب ودورك من خلال هذه المسرحيات تحديدا، يعني مسرحيه الاطفال كنتي لاول مره مخرجه صحيح؟ اي لاول مره. طبعا انا حبيت مسرحيه الاطفال، حبيت مشاركتي في فرحه العيد، مسرحيه فرحه العيد. انا اللي عجبني اني انا اني حبيت اني اخرج فيها، ليش؟ الكاتبه كاتبه النص هي احد بناتي في المسرحيه، بنت صغيره، فقلت يعني ما شاء الله عليها، اذا هي كتبت يعني لازم انا اخرج هالعمل. يعني حبيت الفكره جدا، حبيت المضمون للمسارح. بصراحه شوفي اشتغلت مسارح اطفال كثيره، بس كفكرتها ومضمونها كان بالنسبه لي جديد يعني. ويكفي اني كانت معايا فادي وامجاد ومشعل، هذول عندي بالدنيا. فعشان كذا حبيت ان نحن نلتم عائله واحده، ما حبيت ان اي احد ثاني يدخل معانا. عشان نقدم يعني وقت العيد او وقت العرض نقدم شيء مميز. مميز وتكون الامور ماشيه بشكل سلس وجميل. والله العظيم شوفي من خلال البروفات الين ما خلصنا العرض، ونحن يعني ايش اقول لك، انا طالعه من هناك ابغى ابكي. ليش؟ لانه اخر يوم. تبغي تبكي، لكن كان في ارهاق كبير يعني طبعاً. من اعتقد في رمضان من 3 العصر الى تقريبا السحور كان في المسرح. فعلا، لانه بروفتين على اساس اني قبل الفطور مع الاطفال وبعد الفطور مع الكبار. فكان ضغط ضغط بشكل مو طبيعي، يعني انا من العاده اضحك وهيص، بس الحين تعبانه ما فيني عيل. طيب وبالنسبه لمسرحيه الكبار كيف كانت، ايش كانت الفكره وكيف كان الحضور؟ شوفي عن الحضور والله العظيم لو اقول ان عدد الجمهور اللي جاء فوق 6000 يمكن اكون ان انا كذبت، لانه بشكل كبير وصار في ناس تطلع ما يدخلوهم. وهذا الشيء انكتب لي في صفحتي في موقع التواصل انه صار يقولون لنا الين 6000 بعدها ما نقدر ندخل. يعني كان حضور بشكل مو طبيعي بصراحه. يمكن نحن كجروب البنات مثلا الفنانه القديره هدى خطيب والفنانه المتميزه كانت معنا فخريه خميس والبنات النجمات الشابات اللي كانوا معنا، حضورنا كلنا مع بعض خلى ان كل واحده مثلا في مواقعها الاجتماعي اذا تعالوا احنا ملتمين احنا موجودين، يمكن عشان كذا كان نسبة الحضور عالية، لأنه بصراحة كان معنا أسامي كبيرة. طيب وفكرة بنات الأكاديمية، إيش كانت فكرة المسرحية؟ شوفي فكرة المسرحية حلوة، ما راح أتكلم الحين عن دوري بس، بس هي فكرة الأكاديمية كانت يعني مبنية على نحن كنا في مجمع بنات الأكاديمية، كل واحدة جاية تبغى تتطلق. يعني لا دخلتكم خير واضح. لا وطلق على ايش؟ يعني انا كان دوري في ان انا كنت ابغى اطلق عشان جوزي ما خلاني اصور الاكله وانزلها بالانستغرام. يعني يقول لك انه مو لشيء تافه. ايوه انتم تبغوا تطلقوا. يعني في النهايه الرجل والمراه مكملين لبعض، هذه كانت فكره المسرح وكانت فكرتها جدا رائعه يعني. واختصرناها بشكل كوميدي يعني. طب بالنسبه للافكار فعلا فكره جميله، واحيانا فعلا اسباب الطلاق تكون مثل ما ذكرتي واكثر. الافكار من وين تستوحوها؟ الافكار طبعا. وهل تكون الفكره وصلتكم كامله السكريبت او خلال البروفات ممكن يتغير تضيفوا شيء تغيروا شيء؟ شوفي من العاده ممكن خلال البروفات انت تزيدي افيهات تزيدي شغلات زي كذا يعني تقرب الفكر اكثر للجمهور، لكن النص اللي نحن كنا نشتغل فيه كان نص جيد بصراحه. يعني طبعا نحن لمتنا ويا بعض، اعطتنا انه كل واحده خلاص تقرا النص اللي وياها، عارفة إيش راح تقدم لجمهورها، إيش الفكرة اللي راح توصلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هذا الشيء يعني كله كان يعني قبل يعني بروفة الطاولة خليني أقول. أكيد ورشة العمل. ورشة العمل. طيب وبالنسبة يعني شوفي دائما المسرح هو أبو الفنون. طبعا. طيب يعني فعليا تحسي أن دور المسرح إيصال، أو فعلا تحسي أن في تغيير لأفكار سواء الحضور أو الناس اللي يتفاعلوا مع المسرح؟ هل القضايا الاجتماعية تحل فعلا من خلال المسرح، أم حاليا صار دوره ضحك وتسلية فقط؟ هو ما زال شوفي ما زال المسرح أبو الفنون، والمسرح مو بس للضحك. أنا أقول لك نحن في المجتمع نبغى شوية نرفع عن نفسنا، في فكرة حنوصلها بس مع شوية كوميديا، لأن صدقيني الجمهور إذا ما كان فيها شوية كوميديا ما راح يحضر. الحين الجمهور متعطش إنه ينبسط. صحيح. لكن أوكي يوصل له فكرة، هذا الشيء مهم، لكن تقول لي مسرحية مثلا درامية، حيقول لك خلينا نتفرج التلفزيون مليان.
صحيح، يفتحوا شوي قنوات ممكن طبعا، لكن الكوميديا مهمة جدا بالمسرح، واذا كان يعني من ناحية انها توصل الفكرة صدقيني توصل اسرع من التلفزيون. انا بوجهة نظري ما ادري يعني، انا بس اقول توصل اكثر لان الجمهور حاضر شايف، الجمهور عارف ان احنا ايش الفكرة اللي طرحناها ويتجاوب معاكي، يتجاوب معاكي يعني يكون خلاص انت هنا، هذا المسرحية مفتوحة، الستار مفتوح، الجمهور يشوفك. لكن ممكن بالتلفزيون انا اقول لك توصل الفكره، بس احيانا يكون مثلا مشغول بالجوال، مشغول احنا عندنا مهمه ما في جوالات. صحيح. طيب وبالنسبه لل يعني لا نزال في المسرح، انت ما شاء الله من 19 سنه متواجده، لك حضور في التلفزيون لكن عندك اصرار على التمسك في المسرح، يعني الى الان في حذر بالنسبه للتلفزيون، ليه؟ شوف انا بقول لك على حاجه، انا حبي وعشقي كله في المسرح، انا مجنونه في المسرح بصراحه. ما زلت اني دائما كل ما يجيني اعمال افضل المسرح على التلفزيون، لكن ان شاء الله انا بقولها يعني ان شاء الله ان شاء الله من الحين شوفي من هاللحظه انا بابي مفتوح للتلفزيون بشكل اكبر. بشكل اكبر طبعا، بس ما اقول ان انا راح يعني لو جاني عمل مسرحي راح، لا طبعا المسرح هو في القمه، مستحيل اتنازل عن هالشيء، لكن انا اقول لو جاني عمل هالسنه يعني، شوف السنه اللي طافت ممكن انا اشتغلت 6 اعمال تلفزيونيه، بس بصراحه كان في من بينهم عمل يعني ما كنت راضيه فيه تمام الرضا، لكن انا اقول لك هالسنه ان شاء الله فتحت بابي للتلفزيون بشكل اكبر، سواء داخل الرياض او خارج الرياض ما عندي اشكاليه، لكن اهم شيء عندي النص. النص النص لاي درجه ياثر النص بالنسبه لك كممثله؟ الاساسيات لما أقوم فيه، الثاني الشخصيات الموجودين معايا، لأن شيء مهم جدا، أنا هذا الشيء كسبته من عمل اشتغلت فيه، كان وجود أشخاص معينة كان أثر شوية لي، حسيت بضيقة بصراحة ما أكذب، لأن كل اللوم جاء علي أنا إنه ليش يا سارة ليش عملتي ليش قبلتي بهالدور، بس في النهاية أنا أقول أنا دور عملته واشتغلته بالنسبة لي كان غير. ليش كان غير؟ لأنه حبيت شخصيتي فيه، انا ما علي من الاشخاص اللي جنبي، انا دائما اقول يعني انا ما علي من الاشخاص، انا علي اهم شيء انا ارضي جمهوري، عرفت يعني زي ما اقوم بالمسرح اقوم فيه في التلفزيون، لان كل شخص مسؤول عن دوره طبعا، كل انسان هو يعني، انا ما اقدر اقول كمان هذا انت مثل كذا وانت لا، انا اهم شيء انا كنت راضيه بصراحه تمام الرضا عن الدور اللي انا اخذته، وكنت متفائله ان جمهوري يرضى فيه، لان انا كنت انا راضيه فيه يعني، بس للاسف ما كان يعني مره تصيب ومره تخيب، مشكله درس نعتبره درس. طيب بالنسبه لك ساره، يعني ساره حبيبه ودمها خفيف مشاهدينا الكرام، اول ما شفتها قلت لها انت عصبيه شوي، قالت لا ابد انا بالعكس يعني، لكن عاده يعني اذا مثلنا اكثر من دور متشابه خلاص يصير في فريم لهذا الممثل. بالنسبه لك اكثر الادوار اللي تعرض عليكي كوميدي؟ اكثر الادوار اللي انا اشتغلتها كوميدي، وانا دائما اقول في كل مقابلاتي نفسي اشتغل دراما تراجيدي، نفسي دراما صح، مش دراما درامتنا هالايام، لا ابغى دراما تراجيدي. بمعنى قصدك دراما صح مو درامتنا هالايام؟ لا، لان بصراحه انا هالسنه بصراحه ما شفت عمل درامي لفت انتباهي عندنا هنا بصراحه. نحن وكل اللي عندنا كوميدي. فانا اتمنى ان انا لو يجيني دراما ابغى دراما يخلي يعني كل المشاهدين يشوفوا ساره الجابر غير. انك تطلعي بشكل مختلف. ايوه، لان انا دائما اطلع كوميديا سواء بالمسرح او غير المسرح دائما. عارفه ايش المشكله؟ ان الناس تقول لك ان احيانا يكون في مبالغه او اوفر رياكتنج بالنسبه للدراما، يكون في يعني مو مشكله ولا ثنتين في المسلسل، 10 20 اكثر. ف يعني صار في بعد نوعا ما عن الدراما. برايك هذا السبب اللي الناس ترغب اكثر بانه يكون في ادوار كوميديه او حضور كوميدي اكثر؟ شوفي النوع الكوميدي او الدراما هو صعب ترى، الكوميديا جدا صعبه. أنا سهل أي إنسان سهل إنه يبكي، لكن صعب جدا إنه يضحك. ممكن أنا أجي أقول لك كلمتين أنا من عندي إنه أنا أبغى أضحكك، بعدين تقول أوه سامجة ما تضحكيني، لكن إنك تبكي ممكن بكلمتين أبكي، الواحد يبكي خاصة إذا كان قلبه شوي يبكي على طول. نحن من جد الكوميديا ما زالت صعبة صعبة، ومو أي واحد يتقن الكوميديا الصح، يعني كوميديا الموقف اللي يخليني انا اضحك من قلب، اللي يخليني ما اشوف كوميديته تهريج واستسخاف او شيء زي كذا. لكن اقول لك الدراما الحين باعتبار ان دراماتنا بدات تطلع وما شاء الله عندنا، انا اقول لك ما اقول لك ما عندنا دراما، بس مش الدراما ذيك اللي متقنة اللي نحن نتحدى فيها اي دوله ثانيه، لا انا بصراحه اكذب لو اقول ايه
طيب احنا لسات الدراما بالنسبه للنقطه تحديدا الدراما اللي نتحدى فيها الدول الثانيه يعني في ناس ياكدوا على اهميه ان الشخص يكون اكاديمي، الشخص الناس الثانيين ياكدوا على انها موهبه. موهبه بالنسبه لك شو الاهم؟ موهبة. سواء في الكوميديا او حتى في الادوار الدراميه تمثيل عموما. موهبه. موهبه يعني في ناس درسوا التمثيل ما جابوا شيء يعني ما حسنا لهم، بالعكس كل سبحان الله هي موهبه وحظ. مجالنا موهبه وحظ. موهبه وحظ. يعني شوف انا نجحت في الكوميديا وجالس اقول اتمنى انهم يفتحوا لي باب للدراما والتراجيدي. يعني ان شاء الله اني ابدا فيه، بس في النهايه هو موهبه وحظ، اذا انا قدرت استمر استمرت، ما قدرت ما راح طبعا اوقف. استمر برضه، انا عندي تحدي كبير ان انا اوصل باذن الله ان انا اوصل. اكيد الاستمراريه. السؤال الاخير في مسلسل سمعنا ان في ابطال خليجيين معك ايوه ويفترض انه يعرض، ما عرض في رمضان. صحيح. وين صار؟ شوفي هذا انا كنت متفائله كثير انه هو يعرض برمضان، لانه كان عامل بالنسبه لي بطوله، وكان معايا خالد العجيرب، شهاب حجيه، كان معايا محسن اللي بنجم واي فاي، محسن الشمراني او الشهراني شيء زي كذا نسيت طبعا، اسفه محسن لا تزعل بس غصبا عني. فكانوا معي، كانت معايا خطر، كان ومخرجنا كان رضا البنا، الاستاذ رضا البنا طبعا مخرج كويتي، هو تحدى هالعمل حتى جاء من الكويت لهنا عشان يتحدى في انه في هنا في السعوديه او بالاخص بالرياض في بنات عندهم كوميديا كبيره. يعني وبس انهم فعلا احنا شويه مضغوط يعني زي ما نقولي فرص محدوده، ما فرصتنا مش ذا، مش زي مثلا لما اروح الكويت، لما اروح مثلا دبي في فرصه عمل كبيره وممكن تنشهر بسرعه، احنا هنا عندنا صعب صعب يعني. فالعمل هذا ان شاء الله انه راح يعرض الحين باذن الله، وان شاء الله انه على قولتهم راح يكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. سؤال اخر سؤال، هو احنا خلصنا قبل شوي قلتي اخر سؤال، اخر سؤال لكن ما قدرت. اسمعي في اقاويل بان ساره تغيرت، ساره شافت نفسها، شو الرد؟ لا مو صحيح هالشيء، انا ساره راح تظل زي ما هي. انا ما تغيرت، بس نحن مجالنا اذا ما كنت شويه حاسم، ما كنت يعني مو انا صوفي بالبدايه كنت ما عندي لا مبالاه بطريقه مو طبيعيه، ما يعني ما اهتم للاشياء اللي تصير لي، ممكن ما اتضايق على كلمه تجيني، ممكن حتى الدور يعني لما اجي اقرا عادي لو اقول كذا، عادي لو اسوي كذا، الممثلات لو حكوا كلمه مثلا ما ازعل ما اتضايق، بس الحين نحن كبرنا. انا مش ان انا تغيرت لا، بس انا خلاص ببدا اني عامل الناس زي ما يعاملوني. مرينا من مرحلة الانتشار اللي صفتنا. خلاص. حقي اختار. بس الحين اني من حقي ان انا اتكلم، من حقي ان انا يطلع صوت، مش انه هذا ان انا تغيرت، لا. ما انا حتى لو صار القديمة يعني ان تضحك بس من جواي ليش احبس بنفسي؟ من حقي ان انا اقول رايي، هم الحين بدأوا يقولوا انه سارة بدأت تعصب، بدأت، انا مش بدأت اتعصب لا والله. انا زي ما هي ما تغيرت، بس انا من حقي اذا شفت الغلط اتكلم. نعم. لاني اشوف الغلط واسكت زي اول لا. صح مو حلوه خلاص الحين احنا كبرنا وبدينا نفهم. طبعا مو كبرت 12 سنه بس. كلنا 12 سنه مبدئيا يعني. يا ساره شكرا على حضورك معنا. ساره الجابر الممثله والمخرجه المسرحيه، بانتظار طبعا هذه الاعمال تعرض، وبانتظار ان شاء الله هالمره العروض المسرحيه تكون مثل ما ذكر مشاهدينا على مدار السنه. ساره شكرا لحضورك. شكرا. ومشاهدينا مستمرين في سيدتي لكن بعد الفاصل، يعطيك العافيه.